أيضا منذ قليل استمعنا لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد من خلالها رسالة للفلسطينيين من أن مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته بمسلميه ومسيحيه، وأيضا وجه رسالة إلى إسرائيل ودعا إسرائيل إلى التمسك بالسلام والتمسك والرجوع إلى المبادرة العربية للسلام، وأن السلام هو الحل الوحيد من أجل حل هذه القضية الفلسطينية. كما شدد أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية للفلسطينيين، وقال أيضا أن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة نصت وخصت مدينة القدس كما لم تختص مدينة من قبل.